على شرف ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، نظم المجلس الأعلى لجائزة المراعي في دورتها 18 حفل توزيع الجوائز، وخاطب معالي الدكتور محمد بن عبد العزيز العوهلي مدير جامعة الملك فيصل الحضور، مؤكداً على أهمية تنمية شراكات الجامعة النوعية مع القطاعين العام والخاص بما يحقق مستهدفات الرؤية الوطنية. صاحب السمو أيها الحفل الكريم، إن جامعة الملك فيصل لتؤكد على أهمية تنمية شراكاتها النوعية مع القطاعين العام والخاص بما يحقق المستهدفات التنموية الوطنية، وبما يرسخ مفاهيم التعاون والشراكة الفاعلة والمثمرة مع المؤسسات والشركات الرائدة، ومنها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية التي تشرف الجامعة بسجل حافل وممتد من التعاون البحثي معها، وشركة المراعي الداعمة لهذه الجائزة، والتي تطمح الجامعة أن تتوسع هذه الشراكة الحالية وتتطور مع الشركة العريقة، لا سيما مع التحول التاريخي الذي تشهده الجامعة لمزيد من آفاق التبادل العلمي والمعرفي والمهني، وبما يؤكد قدرة الجامعة في ضوء هويتها الجديدة والتي شرفتم سموكم اليوم بتدشينها على المشاركة في المبادرات الوطنية التي تعمل على تطوير مختلف الحقول التنموية والتغلب على تحدياتها بإذن الله تعالى. وألقى سعادة الدكتور محمد بن صالح العذل نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي. لقد أولت حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أهمية كبيرة لقطاع العلوم والتقنية والابتكار، حيث انعكس هذا الاهتمام في برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية 2030 التي تبنتها المملكة كخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في مختلف المجالات، والتي يشترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخاص والغير ربحي. صاحب السمو أيها الحفل الكريم، أن حفلنا هذا هو وقفة وفاء وتكريم لمن سخروا إبداعهم العلمي لخدمة هذا الوطن الغالي، ومبادرة شركة المراعي المجتمعية منذ ما يقارب 18 عاماً إلى وقتنا الحالي إلا استباقاً لأحد برامج الرؤية وضمن برنامج الشراكات الاستراتيجية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص. ويأتي تبني الشركة لهذه الجائزة العريقة ضمن الصورة المشرفة من صور الوفاء والعرفان بالجميل لهذا الوطن الغالي. وحصل مركز التميز البحثي في النخيل والتمور بجامعة الملك فيصل على جائزة المراعي للإبداع العلمي في عامها 18، الفرع الرابع جائزة الوحدة البحثية، مناصفة مع مركز سابك للأبحاث والتطوير بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.